بالنسبه هنا بالنسبه للباس المغربي بالاخص النهار ديال الحنه يعني القفطان المغربي مطلوب بزاف هنايا احنا نورمالمون تنكريو وكاين اللي كيبغي يشري والبليبار تنكريو لان كيكونوا العدد ديال الموديلات بزاف وكيكون القدام عليه بزاف بالاخص الحنه المغربيه في ليله الحنه هما ما تعرفوش الحنه نورمالمون النقش المغربي ما تعرفوش مزيان كتكون اللي قبل بزاف بالنسبه للالة سلمى الاميره ديالنا هي اللي بالاخص هي اللي قدمت داك الصوره ديال القفطان المغربي لان في اي بلاصه مشات في اي دوله مشات كتلبس القفطان المغربي وداك القفطان المغربي هي اللي قدمته وهي اللي بيناته بالاخص دابا كلشي كيتطلب عليه يعني بالنسبه للقفطان المغربي كيعجبهم بزاف النقش ديالو لي موديل موديلات زوينين الالوان والاشكال اللي كاينين وكنشكروها حنا لان هي اللي قدمت بالاخص يعني هي اللي قدمت وعطات واحد الاعتبار بزاف ليلو يعني اخيرا هاد السنوات الاخيره بالنسبه لينا قبلها هنا في انقره لان ما تعرفوش هما القفطان المغربي ولكن هي قدمته وراته لينا يعني قدمته للعالم بصفه عامه.